يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في درس التوحيد هذا الأسبوع أن عدم الإيمان بالأسماء والصفات أنه كفر، فهل الكفر يكون لمن أنكر شيئا منها بمجرد إنكاره وجحوده أم بعد إقامة الحجة عليه؟ إذا كان يجهل فلا بد من إقامة الحجة عليه، أما إذا كان يقرأ القرآن والأحاديث ويعلم هذا ويقول ولو كان، فهذا يكفر لأنه يعني معاند. نعم.